كلام غريب من بسمة بوسيل، وحذف صورها مع زوجها الفنان تامر حسني يؤكد الانفصال. اللي حصل بالظبط ان من ساعة تقريبا نزلت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني كلام على حسابها على الانستجرام، وبتقول فيه بالظبط: زهقت من الخيانة والكذب، عديت كتير بس مش لدرجة أهلي. وبعد لما نزلت الكلام ده تقريبا بكام دقيقة حذفت الكلام ده، وحذفت كمان صورها مع الفنان تامر حسني. وناس كتير طبعا بعد اللي حصل ده أكدت أو بتقول إن حصل انفصال بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، لكن لحد دلوقتي الحقيقة مش واضحة أوي. لكن خلال الساعات اللي فاتت أكيد ممكن يبان فيه جديد، أو يطلع الفنان تامر حسني وينفي أو يأكد الموضوع. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.